السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أم ضحى. اليوم إن شاء الله عندي لكم سلطة بالخضر، يعني متنوعة. بالنسبة للمكونات عندي 3 البطاطات كبار، سلقتهم مع البربة، سلقتهم مجموعين ودرتها طحنتها. نضيف عليها 3 مثلثات الفرماج، 3 أصفار البيض محكوك رقيق، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة. عندي البربة غابي، وعندي خيزو غابي، عندي المايس، عندي الرز. بالنسبة للرز فورته على لبادين باش يتنكه، يعطي نكهة، تجي نكهة رائعة بعد ما تسلق، بعد ما عفوا تفور ووجد. ضفت عليه 2 معالق كبار الفرماج. هذا الفرماج يعني اي نوع من الفرماج، انا كنختار هذا، كيعجبني بزاف. بالنسبه لكم نتوما اللي ما عندوش هذا النوع هذا، يختار فقط فرماج مثلثات. عندي الخيار مقطع دوائر، خيزو قطعته على شكل وريضات، عندي ابيض البيض محكوك، وعندي الخس قطعته على شكل هذا الشكل، هذا قطع صغيره. بالنسبه للرز قلبته في طبسيل، عطاني هذا الشكل هذا، ودورت عليه الدوائر ديال الخس. بالنسبه للبطاطا درتها في لابوش، هادي غندير بها ورود. قد ما كانوا كبار يكون احسن. كل وردة غنحط عليها الوردة ديال الزو ومغرسها شوية. غنستمر على هاد الطريقة حتى نكمل الدورة ديال التبصيل. بالنسبة لابيغي البطاطا دورتها هي هادي، درت عليهم الوريضات. بالنسبة للخص دورته من في الفراغات. بالنسبة للباقي غناخد الأبيض البيض، غنديرو فقط بين هاد الوريضات بلا ما نغطي الورود ديال هذا ديال الخيزو. بالنسبة للخيزو غناخد خيزو غندير بيه هاد الشكل هذا. نحاول ما امكن نبين مسارات نقطعتها باش تجيني مقاده. عندي وحده الخيزو وحده البربه. وحده المايس. غنبقى على الطريقة هذه ونكمل ونوريكم الطبق النهائي. بالنسبة للشكل النهائي للسلطة هي هذه. كنتمنى الوصفة تعجبكم، وبالصحة والراحة.